وصلنا يا جماعة سيران. إن شاء الله تبقى رحلة حلوة. تيرانا إيربورت على إيجان إيرلاين. هو من الطيارة بتمشي لحد المطار يعني. زي ما انتم شايفين يا جماعه، احنا زي ما شفنا احنا طلعنا من الجوازات دي وبتسلم الشنط هنا وبعد كده بتطلع من هنا. هكذا يا جماعه طلعنا. دي الاماكن اللي بتأجر منها العربيات. لو انت جاي معاك مجموعه اجر عربيه احسن. وده المكان اللي تركب منه الباص. يعني احنا المطار دخلنا عملنا ختم الجوازات، طلعنا غيرنا فلوس واشترينا خط فودافون، طلعنا من باب المطار. ممكن تطلع من الناحيه دي والناحيه دي، عايز تأجر عربيه او تركب الباص. الباصات دي غالبا كلها رايحه تيرانا، في حاجات لا رايحه فير ورايحه كذا مكان. هنروح اللي رايح تيرانا طبعا. طيب يا جماعة، دي محطة الباصات اللي جنب اسكندربرج. دي الباصات اللي بتتحرك جوه المدينة اللي هي اسمها الجراند باص. زي ما انتم شايفين كلها باصات كبيرة اللي بتتحرك بين المدن، باصات صغيرة. احنا كده جنب اسكندربرج يا جماعة. احنا كده داخلين على اسكندربرج سكوير. اللي انا ملاحظه في الشعب الالباني ان هو شعب ملوش دعوة بحد، شكله شعب طيب، بيساعدك لو انت عندك سؤال. يعني الناس مش بتتكلم انجليش قوي، بس معظم الشباب بيعرف يفك الخط بالانجليش. يعني البلد نظيفة جدا جدا جدا. يمكن هي البنية التحتية بتاعتها فقيرة شوية، لكن نقدر نقول ان هي نظيفة. بيعتمدوا على المواصلات العامة بشكل كبير جدا جدا، نسبة ان الشعب الألباني شعب طبقة متوسطة او اقل من متوسطة، دخله اقل من شعوب اوروبا. هنا احنا وصلنا لاشهر مكان في تيرانا، في العاصمه تيرانا. ادي الاوبرا، وادي تمثال اسكندربرج، وادي مسجد تيرانا. في اشهر مكان في تيرانا يا جماعه، ده السيتي سنتر سكوير بتاع تيرانا. ما زلنا يا جماعه معاكم مستمرين في جولتنا اللي في السيتي سنتر في اسكندربرج سكوير. طبعا زي ما احنا شايفين، تحس ان الشعب الالباني مدي على اوروبي شكلا لكن موضوعا لا. احنا هنا متجهين لمنطقه تانية المفروض قريبه من السيتي سنتر، اللي هي توب تاني مول. هو احنا على حسب الخريطة اللي معانا نمشي في الاتجاه ده، فاحنا هنمشي في الاتجاه ده ونشوف ايه هيودينا فين. احنا كده خرجنا بره يعتبر الاسكندربرج سكوير. في محطة باصات هنا اللي بتروح داشتي اكسبريس التلفريك. ده يعتبر من الحاجات المشهورة، بس انا معرفش ايه اسمه. احنا هنا داخلين على مول توب تاني، يعتبر من اشهر المولات اللي موجودة في مارتين بلازا. توب تاني. توب تاني مول.
زي ما انتم شايفين يا جماعة الشوارع نظيفة جدا. في اماكن مخصصة للمشي واسعة، الناس بتلتزم جدا. احنا كده رايحين في اتجاه الجراند بارك اوف تيرانا توب تاني. It's only can I take a collection? So in one club I can do two. Two. Okay. What this is the first caramel? Yes. And this marshmallow. Marshmallow. This one. Blueberry. Can I take from this one and the lemon? This is 120. Yes. Okay. جبنا الايس كريم يا جماعه، احنا لسه ما جربناهوش، يلا بينا نجربه كده. لا يستاهل، الله تحفه يا جماعه، تحفه تحفه يعني. احنا كده يا جماعه وصلنا الجراند بارك اوف تيرانا، اخدناها مشي من اسكندر بيرج سكوير في حوالي نص ساعة مشي، حوالي 3 كيلو، 2 كيلو ونص. هندخل بقى البارك ونشوفها. دي جراند بارك اوف تيرانا يا جماعة، احنا لسه في اولها، بس احنا بنديكم نبذة عنها كده. هي كبيرة جدا جدا على فكرة، لما تشوفها على الماب كبيرة جدا. احنا هنحاول نمشيها كلها ونشوفها وربنا سهل. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ احنا دلوقتي ماشيين في الجراند ليك اوف تيرانا. جراند ليك كبيرة جدا يا جماعة. الجراند ليك واضح ان هي كبيرة جدا وهتتعبنا، بس اهو ادينا برضو ايه، بنعمل شوية رياضة. شايفين اهي، بص اكسجين يا جماعة جامد جدا 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 يعني. بصوا يا جماعة عاملة ازاي، بصوا عاملة ازاي، يعني ما شاء الله بجد. طبعا هنا النهارده السبت، فتلاقي الالبان نازلين يتمشوا ويعملوا رياضه. النهارده السبت والحد طبعا بيبقى الويك اند بتاعهم، يركبوا عجل يمشوا الكلاب بتاعتهم. شايفين يا جماعه؟ من الحاجات الحلوه يا جماعه اللي موجوده هو سبيل الميه اللي بيبقى موجود ده، مية ساعة وجميلة جدا. احنا نشرب كده ونشوف طعمها ايه. حلو يا جماعة قوي موضوع الكولينج ده. احنا المفروض ايه، عايزين بقى نركب الطفطف ده، فيلا بينا نركب الطفطف اللي هناك ده. دي جراند ليك اوف تيرانا. Thank you.
بنت ليك او فيرانا. Guarda qua che puoi pure suonare. ده الشارع يا جماعة اللي هناخدوه علشان خاطر نطلع على اسكندربرج سكوير، وده مدخل الجراند بارك اوف تيرانا. من الحاجات الحلوة هنا يا جماعة زي ما احنا شايفين في ممر خاص بالعجل، ركوب العجل او ركوب الدراجات على حسب ما احنا هنقولها ازاي، مهتمين بيه قوي هنا. ففي ممرات خاصة في الشوارع الرئيسية اللي زي دي مثلا علشان خاطر تركب العجل. طبعا النهاردة السبت يعني بداية الويك اند بتاعهم، فهتلاقي ناس كتيرة برضو نازلة تركب العجل بتاعها. زي ما انتم شايفين برضو المدينة نظيفة جدا جدا جدا، يمكن البنية التحتية مش عالية قوي بس المدينة نظيفة. مساء الخير، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده بقى بالليل اخر اليوم، في اول يوم لينا في تيرانا. احنا رحنا توب تاني المغرب، النهارده بقى هندخل تيج مول، هنشوف برضو ايه الكلام فيه، ايه الاسعار. احنا لقينا ان توب تاني اسعاره زي مصر تقريبا او ارخص حاجات بسيطه. هنشوف تيج مول موجود فيه ايه. ده تيج مول يا جماعة، شكله كبير،